مشاهدينا كنقولوا رمضان ونقولوا المطلع، على هذيك جينا عند خونا محمد اللي جاي هنا في بوركيكا. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير، واش راكم لاباس؟ لاباس، راك ملاح؟ الله لاباس الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك، راهي واحد السخانه هنا. انا رمضان لاباس. الله يبارك. شحال من طابونه يشعل؟ الله يبارك. الله يبارك، 9 طابونات. 9 طابونات. ما شاء الله. هادو تاع الشعير. هذوك شعير، خبز الشعير حامضه كيما نقولوا حنايا. قلنا سيرتك راهي لهنايا راهي على كل لسان. المطلع تاعك واش السر ديالو؟ ما في حتى سر، نخدموا بالنيه صافيه برك. النيه هذيك هي صافيه برك. سما شويه عجين خميره وشويه نيه. بسم الله والله، واحد يخدم خدمه شابه وخلاص، هي اللي تبين لك باللي صعب التعوى شابه. الله يبارك. شحال عندك خويا محمد، شحال عندك وانت تخدم هذا الخدمه؟ عندي 8 سنين. 8 سنين. وملي فتحت وانت هنا؟ اما اللي فتحت وانا هنا يعني. انا كنت نخدم عند السيد ومن بعد وليت وحدي معنا وشريكي خدام راه لداخل. فتحت وحدك؟ ايه، راني انا وشريكي فتحنا زوج، كنا نخدموا عند السيد ومن بعد السيد بالله راح بلاصه واحده اخرى وحنا بقينا قاعدين. وين تعلمت الخدمه تاع العجل؟ انا جيت هنايا تعلمت، جيت هنا خدام كنت نتعلم، صرت ابرونتي ومن بعد تعلمت وبقيت فيها. هاي عديت من 9 سنين، قريب قولي قريب 9 سنين. ربي يقدرك. قول لي الخدمه هذه في السخانه واعره، انا نعرفها في السخانه واعره، والصيام. والصيام الصيام بزاف كاع واعره بزاف، واحد مع السخانه هذه اللي كنتو دوكا ميم دوكا شويه ربيع شويه مليحه بالك شويه، بصح في الصيف الصيف اللي واعره اوت السخانه 9 طابونات شعلي وتزيد الشعلي الفور فوالا وزيد السخانه مقابله هذيك برا بزاف. لا بزاف كوراج من عند ربي، ويا ولف وخلا ويا ولف والف والف الكور تاعك يوالف في السخانه هذيك خلاص. والناس الناس يقصدوا؟ الناس يقصدوا، لا الحمد لله عندنا مشتريات تاعنا الله يبارك الحمد لله يا ربي. ملي محسوب نصوروا الخبزه تاعنا خبزه حلاليه هذه هي. يا محمد شحال من خبزه تقدروا تخدموا في النهار، تحسب ولا ما تحسب؟ ما نحسبش، نخدموا حنا كيما المقدور تاعنا اللي نقدروا عليه. اي مالا، شحال من كيلو تاع دقيق تقدر ديروا في النهار؟ كل خطرة كيف على حسب الخدمة، دوكا الخدمة ماشي دائما كيف كيف. شحال 50 كيلو؟ خطرات 50 كيلو، خطرات 70 كيلو، خطرات 40 كيلو، كل خطرة كيف على الخدمة. وفي رمضان يمشي الخبز؟ في رمضان يمشي بيان سور، بالحارة رمضان الناس تبغي تنوع، ماشي كيما الفطار يدو على ديالك، بالحارة في رمضان يبغي ينوع، كاين اللي يبغي يشري منها يشري شوية مليح شوية مليح، ويا راه بالحارة الحمد لله عندنا مشترية تاعنا دائما. شحال الخبزة؟ 400. 3000. شحال؟ تاع الشعير 5000، باسكو شعير وحده نخدمه وحده ما نخلط فيه والو. متعوبه خدمتك خويا؟ بزاف متعوبه بزاف بزاف. واش اللي تعب فيها؟ هي كلش الخدمه تاعها، باسكو لازم تبكري لازم تخدمي توجدي العجينه تاعك ومن بعد تستناها تخمر تحليها، باسكو نخدموها باليدنا ما نحلوهاش بالماشين، حنا نعجنوها برك بالبيترا ومن بعد الحاجه سوا الاخرين كاع بيدينا نفتحوها بيدينا. لازم نزيدو نخلوها تروبوزي ونزيدو نحلوها باش تخمر، بعد كي تخمر نجيبو نوجدوها لهنا نطيبوها ومن بعد المستهلك ديري. مالغري التعب تاعهم صح؟ لا لا والله الحمد لله الحمد لله. التعب تاعها انا تعب اللي انا نتعبوه مع الحشيه، كي تجي رايحه تكملي الخبز تاعك تشوف الاخر الحمد لله تبي كلش خلاص الحمد لله. تعب هاي ثم الداخل، هاي ثم الداخل الحمد. شنو هي الحاجة اللي تنسيك في التعب تاع النهار؟ التعب تاع النهار كي ندخل للدار نسيب ولادي قدامي، هذاك هو اللي ينسيني. الحمد لله. واش تقدر تمد ميساج لي جون اللي بالك خدمة هادية ما يحبوهاش يقول لك واعرة؟ صح واعرة يقول لك واعرة، بس باسكو صح لي جون دوكا شفنا باللي ما كاينش اللي راه يحوس يخدم هذه الخدمة، قليل وين تسيبي واحد يحب يتعلم، وكاين شعمل واحد جاب يحب يتعلم ومن بعد يسيبها واعرة يروح ما يوليش. والله غاش عامل واحد صح، لازم انا نقولوا ميساج خبزه كيما هذه خدمه كيما هذه نورمالمون يشدوا فيها صح، ماشي دوكا هما عم بالهم كل حاجه سهله، هي مش سهله صح مش سهله، بالحاره لازم واحد يصبر ويشد في ربي، والخبزه هذه كل واحد كيف ربي يقسم له الرزق تاعو. خويا محمد على انت خيرت تخدم هكذا فوق الطابونه واللي ترمي في الفور برك، وعلاه؟ هي انا كي بديت هنا جيت ابرونتي جيت صح جيت نطيب، جيت نطيب ومن بعد والفت ومن بعد تعلمت العجين، تعلمت ندخل معاهم تعلمت العجين ومن بعد وليت هنا خلاص والف، باسكو انا لو كان تخطيني هذيك شغل ما نقدرش، شويه ثقيل في العجين صافي في الطياب خفيف، نبدا نطيب في الطاجين وفي الفور
صافي خلاص. على ما خيرتش ديرهم كامل في الكوشه وما ديرش الطابوره؟ على حسب المشتري، دوك المشتري شي يحوس. صح كنا في الاول نخدموا غير في الفول، ومن بعد الخبزه ولات لاخر ونزلنا هذا الطاجين ولينا نخدموا في الطاجين. يمشي المطبخ يمشي كثر؟ يمشي المطبخ، سيرتو في رمضان، يمشي. شكون اللي يشري كثر، نساء ولا رجال؟ اه لا بريبار كيف كيف، هاك نساء كرجال هما كيف كيف. ماشي نورمالمون نساء يعجنوا؟ لا نساء يعجنوا بصح دوك خلاص ما عندهمش الوقت، دوك ما عندهمش الوقت باش يعجنوا بزاف، وكل واحد شي حا. كاين اللي صح يعجن في داره، كاين في رمضان لا بريبار المشتري تاعنا يجي يقول لك انا نعجن في الدار، وكاين اللي دوكا كاين اللي خدام، كاين اللي يلحق روطار ما يسيبش الخبز، كاين اللي صافي يجي يشرو من عندنا هنايا. على قداش تبدا نهارك؟ كيما في رمضان نبداو على 9، من 9 حتى ل 6 6 ونص على حساب. اليامات الاخرين؟ واليامات الاخرين في الفطار نبداو حنا نبداو على 6 تاع الصباح حتى ل 8 ولا تاع العشية. الله يبارك، النهار كامل. ايه نهار كامل، نهار كامل، المكوشة ما تغلقش كاع. يعطيك الصحة، بارك الله فيك خويا محمد. واش تقدر تقول لنا كلمة الأخرانية؟ أنا نقول لكم بصحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله ربي يوفقنا. ربي يوفقك انت تاني. ربي يعيشك. صحيح. صحيح.